هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. قبل لا نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسون تتابعوني على حساب الانستغرام موجود بصندوق الوصف. يا ريت تروحون وتسووا لي فولو. واسعد الله صباحكم، اليوم مليء بالعمل. سو تعالوا وياي. اول شيء رايح للمركز الصحي، هاي اول شيء. يوم سبت. لا لا ابدا. الحمد لله هالمرة كان الوضع تمام وسريع. اول مرة يكون الوضع سريع. هالمكان ايش قد حلو، صور الانستغرام بس ما عندي وقت. هلو 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 هلو. طبعا خلصت وصدق الوضع كان لوز اليوم، بس اخر شيء الدور كان، بس يلا اتس اوكي ما تعبت. المهم جايز خليني احكي لكم شوي عن حفلة البارحة. اللي ما يعرف عن شنو دا احكي، البارحة كانت حفلة حمدي المناصير. انتوا اكيد قاعدين تشوفون هذا الفيديو بعد اسبوع او اسبوعين من الفيديو السابق مال الحفلة، بس المهم البارحة هي كانت الحفلة واليوم انا دا صورة. بس راح اقطع الفيديو واسوي هذا فيديو منفصل وهذا فيديو منفصل، الفيديو راح يطلع كلش طويل. البارحة هي كانت الحفلة وصدقا اني استمتعت بيها، والاعداد الناس كانت ما تتخيلوها شقد. وانا يعني مو كلش اعرف هذا الفنان، بس يمكن اعرف له اغنية اللي هي لا تغمزيني بعينك. وبس المشكلة انه اخر شيء صاروا يرمون علينا قهوة. الحمد لله انه انا ما اجت علي، لانه لو جاي علي كان انتحرت. يعني شفت الجاكيت اللابسة، ما انتو يعني مأنق وحالتي حالة، واخر شيء تجي قهوة والله انتحر. على الاغلب كانوا اطفال اللي قاعدين يرمون، بس صدق يعني انا هاي اول مرة يمكن اروح للمدرج الروماني، ولا مرة اتذكر اني رايح له اساسا. فهو هاي الحفلة اساسا كانت مجانية ما بها دخولية، لانه هذا كان هو مهرجان صيف عمان، صار كل سنة تقريبا ولسه في حفلات هواية حتصير، بس هاي كانت يعني فور فري، يعني مجانية، الدعوة عامة. طبعا صورت صور ويا الفنان، ما اعرف اذا شفتوها، روح حسابي بالانستغرام تلقوه بصندوق الوصف وشوفوا الصور. طبعا اتذكرها مسويت له منشن على الانستغرام وشافها وبعث لي على الدايركت مسج ايموجي، فصدق هالفنان من اروع الفنانين. والمهم هسه دا انتظر السيارة اللي تجي تاخذني، ولسه في عندي مشاوير مناسبة. اليوم عندي تمارين كتف، ان شاء الله ما ارجع تعبان، لان لازم ولا يوم، يعني يمكن بس يوم الراحة الوحيد هو يوم الجمعة فقط. الادوية اللي جبتها هذا الصبح، وهذا لازم كل يوم بالليل. المركز تقريبا شبه فضى، وانا قاعد لحالي قاعد لسه انتظر السيارة. خلصت ورجعت وحاليا وقت الاكل، وخليني اكل واسويها مسلطة. طبعا هو هذا اكل الصحي، اللي يريد يشوف طريقته يلقاه بفيديو من الفيديوهات. بدون هذا جايز كارثة. The next day. شيء مو لازم تقرأوه. هاي إبروان. بعدين سويت الأشعة. قر هيك ملوني جلب الأشعة. قرقوني وما أنطوني قر قطعتين فاين، والمشكلة أني ما جايب وياي فاين هم. واو صدق هالمكان حلو. هاي هاي هاي، شلونكم اليوم؟ ان شاء الله كل ايامكم تمام، وللوز والعسل والياسمين. اقسم بالله دا احس حياتي كلها مستشفيات صارت. الوضع يعني كلش ملل. فكرني هاتبك ولومك وحسبك بكرة شو ينادي. شلون صوتي؟ زلتتنا مرونة على صوتي. كل واحد يشوف صوته حلو بالغناء، بنظر الناس ما نعرف. بعض الاحتياجات. عبور الشارع لسه. اخ انهلكت جايز. شوفوا القمر. اوكي هاي حبايبي، طبعا انا حاليا متمرض او بالاحرى متسمم، وقبل هذا المقطع كنت قاعد بالحمام اطلع كل شيء من حلقي لا اراديا. يعني ما اعرف شو اقول لكم، وكل هذا بسبب منو؟ بسبب هاي. يعني هاي اول مره تصير بحياتي، سو خليني اذبها واسوي مراميه على مود تخفف لي من الوضع. يعني الشعور اللي أنا حاسة حاليا شعور كلش ما ينوصف من الكآبة يعني صدق شي ما حلو. إن شاء الله الوضع يخف وألف سلامة علي، بس هيك أريد أقول. وخليني هم أسوي أندومي على مود آكل.
هاي شلونكم؟ طبعا انا يوم الجمعة ثاني يوم الحمد لله يعني شوي صرت احسن. يعني البارحة الخميس اوه ماي جاد كنت قادر اقوم من الفرشة. التسمم اللي صار بي هاي اول مرة بحياتي يصير بي. سو انا هسه طالع شوي اتنشق الهواء. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from... الصراحة ما كان عاجبني أروح مول لأنه نفسيتي مكتئبة هاليومين. يارا خليني أشوف شو في عندهم. خيال الستايل احسه بناتي ولا انا يتهيأ لي؟ شوفوا لي هالقطعة الاخيرة ضايلة هنا. ممنوع التصوير على فكرة. اول ما اجد اصور اجب قال لي ممنوع التصوير. البوليفارد او مول العبدلي هو اكثر مكان ممكن تصطفون به مشاهير وعن تجربة. جايز هذا مدى اعرف شنو هو. وحاليا الطبق ستيك بالمشروم وسلطة وعصير ليمون ونعناع. وشوفوا لي هالمنظر الخرافي جايز، يعني الطعم ما اوصفه. واهم خطوة هسه انه نحط الصوص والف صحة. جايز اكثر شغلتين احبهم بالحياة هو هيك منظر او هيك فيو يكون بالليل وهواء ويعني يكون منظر عالي وغروب الشمس. هذول اكثر شغلتين احبهم حبيت اقول لكم اياها. وشوف القعدة شقد حلوة هاي بالبوليفارد اخر طابق. هذول بس لازم اسويهم دنانير. المستشفيات اقسم بالله يعني تموت وتتكفن ويدفنوك وبعد دورك ما جاي. بوابة الحياة. اخ واخيرا طلعت. صدقون انه صار لي بالمستشفى من ساعة 7:30 الصبح وحاليا الساعة 1 الظهر. هذا تخليني اجيب شيء منتعش بس بنفس الوقت ما اريد اكسر الدايت مثل هذيك المره واجيب اشياء مو صحيه. لبن عيران افضل شيء. اشوفكم بالفلوق القادم. سلام.